ترأس فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون اجتماع ضم دورة رئيس مجلس الوزراء والوزراء المكلفين بالمفاوضة مع صندوق النقد الدولي، وكان في الاجتماع أيضا وفد الصندوق الدولي اللي عم بيقوم بمهمة في الوقت الحاضر في لبنان، وتنتهي مساء اليوم. ومع انتهاء هذه المهمة صدر البيان التالي: يعاني لبنان من تراكمات أدت إلى أزمة اقتصادية ومالية معقدة غير مسبوقة، كما إلى عجز كبير في الميزان الخارجي وزيادة مضطردة في الدين العام، مما تسبب بإضعاف النظام المالي وتقييد الودائع ووقوع الشعب اللبناني تحت وطأة أزمة غير مسبوقة. إضافة إلى العوامل الداخلية، أتت جائحة كوفيد-19 ثم انفجار بيروت وأخيراً الأزمة الأوكرانية التي تضيف أعباء إضافية على الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان. تتطلب الأزمة برنامجاً إصلاحياً شاملاً، أولاً لمعالجة التحديات المتراكمة، ومن ثم تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي وإرساء قواعد النمو المستدام والقوي. وهذا الأمر يتطلب سياسات وإصلاحات فعالة لإنعاش الاقتصاد، إعادة بناء الثقة والدعم الواسع من جميع الأطراف، كما يقتضي اعترافاً صريحاً بالخسائر الواقعة في النظام المالي والموافقة على طريقة معالجتها. يعلن فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس وزراء التزاماً راسخاً بالعمل على حل الأزمة ووضع لبنان على مسار النمو المستدام والمتوازن والشامل من خلال تطبيق إصلاحات بنيوية توطد الإطار المؤسساتي وتعالج أبرز مواطن اختلال التوازن الاقتصادي والمالي الكلي، وتوسع شبكة الأمان الاجتماعي للتخفيف من وطأة الأزمة على اللبنانيين، لا سيما منها الفئات الأكثر حاجة، وتنشيط حركة الاستثمار في البنى التحتية وإعادة الإعمار. لهذه الغاية يدعم فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء بقوة البرنامج الإصلاحي الاقتصادي الذي تقوم اللجنة الوزارية المكلفة من قبل مجلس الوزراء بالتفاوض بشأن متدرجاته مع صندوق النقد الدولي، وسوف نتعاون بشكل وثيق لضمان التطبيق السريع لكل الإجراءات المتفق عليها مع الصندوق، بما في ذلك إقرار التشريعات الضرورية الهادفة إلى إنجاح هذا البرنامج بالتعاون مع مجلس النيابة الكريم. كما نجدد الالتزام الكامل باستمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي من أجل إخراج لبنان من كبوته ووضعه على سكة التعافي والحل. شكراً لكم. تعهد فيها مجلس النواب يطبقها والحكومة إن تطبقها، هل هذه الشروط كلها ستطبق قبل الانتخابات النيابية أم أنه رح تروح لبعض الانتخابات النيابية ولا ندري ما سيحصل بعد الانتخابات؟ ستكون على جدول أعمال مجلس الوزراء في الجلسات القادمة قبل الانتخابات النيابية لوضعها في صورة مشاريع قوانين ترسل إلى مجلس النيابي الكريم، ونتمنى مجلس النيابي أن ينظر بها بأسرع وقت. هذا القرار بيد مجلس نيابي ليس بيدنا. دكتور رئيس، هل سيكون هناك من مراقبة لتنفيذ هذه الإصلاحات والنقاط التي تم الاتفاق عليها، وذلك للتأكد من أن لبنان يلتزم بهذا الموضوع ويلتزم بهذه الوعود التي أطلقها في هذه اللحظة؟ هذه الإصلاحات هي لمصلحة لبنان، وبما أنها لمصلحة لبنان فنحن سنقوم بالالتزام بها، وليس لنا أي مانع من أي عين مراقبة لهذا الموضوع لسلامة تطبيقها، لأن نريد أن تكون مطبقة بالكامل. المهلة الزمنية ليس لتطبيقها، لإقرارها ثم تقر من قبل المجلس إدارة صندوق النقد الدولي، ثم تكون لبنان يكون تحت المراقبة بتنفيذها. هذا اليوم مفاوضاتنا مع البنك الدولي ليست بما يتعلق فقط بالموضوع المالية، بالمواضيع الإصلاحية اللازمة، لأن هي في الواقع تأشيرة للدول المانحة أن تبدأ بالتعاون مع لبنان وإعادة لبنان إلى الخارطة الطبيعية المالية العالمية. فهذا المبلغ لا يدفع مرة واحدة،
ليدفع على فترات، وهذا المبلغ ليس فقط ما قرر، لأننا على ضوء تنفيذ ما نقوم به من إصلاحات سيزداد هذا المبلغ. نعم، شكرا. دكتور الرئيس عم بيقولوا أنه مدة الاتفاق في حال وصلت له هو 46 شهر، في تقريبا بحدود 3 مليار دولار، على 3 مليار دولار. ال 46 شهر المحطوطة هو على ضوء تحسن الاقتصاد اللبناني، ونحن على قناعة أنه لما نعطي الاطمئنان وإعطي الثقة لهذا النظام وللنظام اللبناني الاقتصادي بإذن الله ستكون. قديش برأيك بدكم وقت توصلوا للاتفاق النهائي؟